بلوك نوت اليوم بيستضيف دكتور جوزيف شامعون، استاذ بالفلسفه بالجامعه اللبنانيه، وموضوعنا هو كتاب جديد مرايا العشق. رح نتعرف اكثر على دكتور شامعون وعلى هالكتاب الجديد. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك دكتور شامعون بام تي في الايف. طبعا دائما كتاب جديد بيكون مثل ما بعرف انفتاح جديد على العالم، على الناس، على أشخاص رح يقروا كتابك، رح يشوفوا شو هن أفكارك جديدة ويفوتوا لداخلك وللأشياء اللي أنت بتفكر فيها. وإذا عم نحكي فلسفة وأستاذ فلسفة، فأنت كمان عم تدخل على كل هالفلاسفة، ودايما لما بناخد أفكار فلسفية نحن كمان منترجمها مثل ما نحن بدنا أو مثل ما نحن منشوفها أو مثل ما هي بتناسبنا. ولكن بين الفلسفة وبين الشعر ما هو الرابط كأستاذ فلسفة يعني من مدة طويلة؟ يعني كوني أنا صار لي 30 سنة بالجامعة بدرس الفلسفة وبالأخص التصوف يلي هو موضوع الحب الإلهي، فتأثرت تأثرت بهالمنحة هيدا، وصار في عندي علاقة مع الماورائيات. ولهالسبب يعني حولت هالماورائيات إلى واقع إنساني بعلاقتي مع الآخرين. فالكتاب يلي صدر أخيرا يلي هو موضوع الحب، هو لا شك في هو نوع من الحب الأرضي والحب الإلهي، في تشابك ما بين الحبين. البعض قد يظن أنه موضوع الحب هو نوع من اللهو أو من الترف في الحياة. أنا برأيي لموضوع الحب أهمية كبيرة، لأنه في عدة مكونات أساسية بتتداخل مع بعض البعض لتكون هذا الوجود يلي بنحمله طول حياتنا. إذا حضرتك بتطلعي على الكتاب بتشوفي من إنه هالمكونات أو العناصر الأساسية فيها الطبيعة، فيها القلق، فيها البيت يلي بيطلع منه الإنسان، فيها الحب الأم، فيها حب البي، فيها الصداقة. إذن خلاصة هالفلسفات كلها بالنهاية الحب هو محورها بالنسبة لألك. هو محور. نعم. وأنا شفت كمان بالكتاب، يعني إذا عم نحكي فلسفة وما ورائيات منفكر رح نقرأ فعلا جمل معقدة يمكن ما نقدر نوصلها ولا نفهم عمقها ولا بدنا نقرأ بين السطور، ولكن بكل بساطة عم تعبر عن أفكارك دكتور شامعون، وفيها فلسفة، يعني هي أفكار فلسفية ولكن عم تعبر عنها بهالبساطة. طبعا قادر تعبر بطريقة معقدة. نعم. ولكن اخترت الطريقة البسيطة واللي بتوصل، شو السبب؟ مش أنا اخترتها، وجداني يلي أو عفويتي أو انسجامي مع هالموضوع. نعم. هو يلي فرض اللغة أو الأسلوب يلي تعاملت فيه مع الموضوع. وبطبيعة الحال أنه بشعري في خلفيات فلسفية مثل ما ذكرتي حضرتك، وإنما هالبساطة هيدي هي بتخلي هالخلفيات الفلسفية مقروءة بوضوح جدا. أنا بطرح فكرة، أنا ما عندي حل، بطرح فكرة فلسفية من خلال الشعر. يعني الشعر ما في حلول مثل الفلسفة بكل صراحة. الشعر يطرح والفلسفة تحل المشاكل. فمن هون أنه أنا تعاملت بهاللغة البسيطة هيدي، كوني أتعامل مع ذاتي، وأنا ما عم بكتب لغير، عم بكتب لحالي بالنهاية. ممكن كيعني مربي أجيال بمجال الفلسفة تكون عم تستعمل الشعر كمدخل؟ أنا دائما أسلوبي بالجامعة هو أسلوب أدب على فلسفة. نعم. أنا بحب التبسيط دائما. شوفي التعقيد إنه بدك دائما تعيشي بحالة عقلانية. نعم. أنا دائما بنزل من بعض الحالات العقلانية إلى الحالات الوجدانية. هون يعني فيك تقولي إنه
أنا أدب على فلسفة. واضح هالشيء من أكثر من قصيدة. بس رح تختار لنا قصيدة تقري لنا إياها اليوم. أي بأمرك. هلا بمناسبة عيد الأم يلي مرق معنا من أسبوع، كمان لا تخرج عن سياق الموضوع يلي هو الحب في طبعاً. النهاية هيدا هو الموضوع كله يعني. نحكي هو عنه. الموضوع كله عنوانه أمي. أمي وجه الندى كلما أطل صباح، وملاك الليل كلما أقفل الباب على النهار مساء. إن غفت على قنديل الدار فراشة، ما غفت يداك ولا اشتكى من سهر رداء. دونك ما كانت للأرض سماء، ما أظلم دربي يوما إلا وأضاءه منك جمال. حب من أين للقلب بمثله، كم أطفأ بردا ولم تطفأ له نار. ما شكوت إليك من تعب إلا وعدت وفي القلب رجاء. أمي إن كان الخلق في الحياة مقدر، فبدون وجهك بئس ما خلقت لنا الأقدار. حلو. وطبعا بما أنه الموضوع يلي اخترته هو موضوع الحب، قبل ما نقرأ قصيدة تاني، ليش مرايا العشق؟ تعرفي الإنسان بس يصحو صباحا يا بيروع فنجان قهوة أو على كوب حليب قبل ما يخرج على عمله، على عمله دائما بيروح للمرآة، إن كان رجل أو امرأة، تتطلع بوجهها تقول لها يا مراية شوفي لي وجهي منيح اليوم، تغير، تغيرت ملامحي. كمان القلب هو مرآة العشق في حبيب، بس نطلع من بيتنا كمان بنحمل هالقلب يلي هو مرآتنا، وبنضل نسأله وبنضل نحكي إذا اللهم حب حقيقي. فمن هون هو تعبير مجازي لهالسبب سميته مرايا العشق. كان لك مؤلفات سابقة دكتور شامون. نعم. كمان يعني الحب موجود وين ما كان. الحب موجود وين ما كان. خبرنا شوي عن المؤلفات السابقة. مؤلفين، كتابين. في رواية قصيرة. أول ما كتبت أصيرة. هي كتابات في عبثية الانتظار. إنه ما مفهوم الوجود. نعم. كتاب فلسفي. فلسفي إنما بأسلوب أدبي مثل ما. نعم. الانتظار ممل أحيانا، يعني ماذا نبتغي وماذا نريد. فمن هون أحيانا تتكون عند بعض الناس عبثية الحياة، يعني بتصير الحياة نوع من المسرح أو الملهات بيمثلها الإنسان، يذهب بغير جدية لموضوع الحياة والبعد الماورائي إلى ما هنالك. البعض الآخر يذهب بجدية إلى الماورائيات، إنه أنا ماذا أنتظر؟ هل أنتظر السماء؟ نعم. أم أبقى في هذه الأرض؟ وبيصير هون في فراغ، وهالفراغ بالنسبة لك ما بيعبي إلا الحب. ما بيعبي إلا الحب. هلأ الموضوع الثاني هو وترحل الغيوم. هون عم ركز على أهمية الحب الحقيقي في العلاقة البشرية. هل إنه الجسد يقتل الحب أحياناً؟ نعم. أنا برأيي الجسد لا يقتل الحب، يعني مهما أصيب الجسد من نكسات ومن تغيرات وملامح، الحب هو خلف الجسد. صحيح الجسد هو مرآة، ولكن هو يلي بيجمل الجسد. شو اللي بيقتل الحب؟ الأفكار البالية. إذا استطعنا أن نحصن الحب لا يقتله الوقت. لأنه الوقت هو أكبر عدو للحب، فإذا قدرنا نحصن نفسنا ما في شيء بيتغلب على الحب. قادرين. خلينا بس إذا بتريد دكتور شامون نشوف الكتاب على على الكاميرا.
نقدر ناخذ الكتاب على الكاميرا اللي موجود بالمكتبات اللبنانية. مرايا العشق لدكتور جوزيف شمعون، أدب فلسفي رح أقول بلغة مبسطة، من دار المفيد. من دار المفيد. بس بنهاية هالانترفيو فينا نقرأ قبل ما حضرتك في ندوة نهار السبت بالمركزية بجوني لأربع دكاترة، يعني ما حفظ الأسماء، كلوديا أبي نادر، جهاد نعمان مشير عون، و إميل كامل، ومرافقة على العود من الأب جون جبور بإلقاء بعض القصائد نهار السبت من مرايا العشق. لمرايا العشق فينا نحن كمان نطمع بقصيدة أخيرة؟ إيه بأمريكا. في عندي ترقص وكأنها لا ترقص. نعم. يا غنج الرقص والدلع، فكيف تمايل الخصر، تمايلت معه آهات القلب والجسد. تسقيك من رقصها خمرا فتنسيك سكب الخمر بالكأس. يا نارا تطايرت من أصابعها، كم أحرقت قلبا من شدة اللهب. ترقص وكأنها لا ترقص، كما نسيمات الصبح على الهدوء. وغنج يتمايل في العيون كتماوج عطر الورد على الدرب. راقصتي كم تغاوى بالرقص جسمها، كما البيادر تغاوت بسنابل القمح. وإن مر ليل على خمارة دون رقصها، فيا ليل أزح فلا خمارة بعد اليوم للرقص. حلو دكتور شمعون، فإذا كتابك موجود بالمكتبات مرايا العشق، ونرجع نذكر وبيطلع من دار المفيد كمان. نعم، نرجع نذكر بمدرسة المدرسة المركزية بجوني نهار السبت الساعة 5، الساعة 5 قراءات من مرايا العشق. كلك زو، اهلا وسهلا فيك. ميرسي كثير، وبشكركم وبشكر هالمحطه الكريمه. اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا وقفه هلا، وبنرجع بنتابع لايف بعد الوقفه. رح نكون مع افلام السينما، خليكم معنا.